من عادتنا والله نقفل الباب، ولكن عندنا مفاجأة. أنا شلتها في راسي، قلبتها يمين يسار، إلا الوالد مهما تهدي لي، لو تهدي عمرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي: يا هل أوفيت حد وأنا حججته من ديرته إلى مكة المكرمة؟ قال: والله ما أوفيت حد. فما حاولت أترجم مشاعري تجاه أبوي الله يحفظه، اللي صنع مني رجل، وسبحان الله كل الفضل اللي أنا فيه بسبب صلاح أبوي. لأني أنا ما عمري من يوم الآن عمري 28 سنة، والله من تقريبا وأنا أحيط العلم من 6 سنوات إلى يومكم ذا تقريبا كملنا حوالي 30 سنة، والله ما أذكر أن أبوي رقد عن الصلاة. فإن شاء الله ربي كافي بالجنة، وأنا بكافي بالدنيا بشيء بسيط. تاهل وانت تقدر يا أبوي. لا قلنا لك تفضل تفضل. طيب اتفقنا؟ إن شاء الله. طح فال جيب اللي 20 21 تستاهل. طبوا بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، يستاهل يستاهل. الله يسلمك، الله يسلمك، يستاهل ابو عقاب، يستاهل. اللي لهم عيال يحذون حدوك، تستاهل والله، تستاهل تستاهل والله، يخليهم مركب، تستاهل يا عمي. الله يسلمك، بيض الله يجيكم، بيض الله يجيكم. يستاهل. تسلمون تسلمون. ان شاء الله تصدم مو بان شاء الله، لو تصدم باقرب الجدار ترى صحة راسك، وما يسوى مطر جنود. يستاهل ابو عقاب، يستاهل ابو عقاب، يستاهل ابو عقاب، يستاهل ابو عقاب. شكرا، بارك الله، ويوفق عيالك ان شاء الله، ويوفق عيالك. امين. تسلم.